يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ولد لي مولود، فهل من السنة ذبح الذبيحة يوم السابع، فإن لم أستطع يوم الرابع عشر، فإن لم أستطع يوم الحادي والعشرين؟ العقيقة موسع ولله الحمد، وليس كونه السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ليس هذا من باب الوجوب، هذا من باب الاستحباب. ولو ذبحتها في أي يوم حصل المطلوب ولله الحمد. نعم، فلا تضيق على نفسك في هذا. نعم.